أعزائي المشاهدين، تحدثنا في حديث سابق عن أحد رواد المدرسة العراقية في كتابة التاريخ، ذلك هو الدكتور صالح العلي، وقلنا أن هذا الرجل كان مؤسساً أو أحد مؤسسي هذه المدرسة، كان من الرواد الأوائل الذين وجهوا الدراسات التاريخية وجهة عصرية حديثة يعني تأثر بها طلابه وطلاب طلابه في القرن الماضي. والآن نود أن نتكلم عن علم آخر كان هو مؤسس آخر لهذه المدرسة. هذا الجيل الرائد حقيقة كان جيلا رائعا، في أنه كان جيلا مؤسسا لمدرسة التاريخ في العراق. وهذا الرجل الذي العلم الذي نود أن نخص به هذه الحلقة هو الأستاذ الدكتور الجليل الدكتور جواد علي. الدكتور جواد علي علم بارز من أعلام كتابة التاريخ، تاريخ العرب، لا سيما بعد قبل الإسلام، ليس في العراق فحسب وإنما في البلاد العربية أجمع بل في العالم. يعني حتى كتابة تاريخ العرب قبل الإسلام كان حتى عصره، حتى ظهور كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام أو المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام كان في مرحلة، وبعده بدأت مرحلة أخرى. كان يعني كانت جهوده وكتابه فيصلاً بين عهدين، عهد الدراسات التي كانت تحبو في الحقيقة قبله، والتي كانت يعني تعتمد بشكل مطلق تقريباً على المصادر القديمة وعلى الترجمة من كتب المستشرقين، إلا أنه بعده بدأت مرحلة جديدة، أصبح الناس يعني يقولون كتاب الدكتور جواد علي بعد أن كانوا يقولون كتاب فلان المستشرق وفلان المستشرق. كان الدكتور جواد علي علامة بارزة في تاريخ الدراسات التاريخية ليس في وطنه وإنما في العالم، أصبح المستشرقون أنفسهم يعتمدون على كتابه. فأي رجل هذا؟ وكيف استطاع أن يبز كل المؤرخين في عصره ليفتتح هذا العصر الجديد، عصر الكتابة الأكاديمية الرصينة الدقيقة المستوعبة لمرحلة مهمة من تاريخ العربي قبل الإسلام؟ وجواد علي حقيقة لا نود التفصيل في حياته إلا بما يلقي الضوء على شخصيته. ولد في مدينة الكاظمية ودرس في بعض مدارس الأعظم، في المدارس الأعظمية وفي كلية الإمام الأعظم، وواصل دراساته في كلية أو في دار المعلمين العالية التي عرفت فيما بعد بكلية التربية، وعين مدرسا في بعض المدارس الإعدادية كما هو المعتاد. وسرعان ما يعني ضم إلى بعثة لدراسة التاريخ في ألمانيا، وربما كان هو من الندرة الذين درسوا في هذا البلد في ألمانيا، كان أكثرهم يدرس في بريطانيا أو ربما في فرنسا. درس في ألمانيا وتجاوز صعوبة تعلمه لغة جديدة تماماً، الألمانية لم تكن تدرس مبادئها في العراق، يعني ذهب ليصطدم بلغة جديدة عليه تماماً، لكنه بذكائه استطاع أن يحل هذا الإشكال يعني، فأتقن الألمانية خلال وقت قصير حتى أصبحت لغة ثانية له، وكتب بها أطروحته للدكتوراه، وكان عنوانها يعني مشوقاً: الإمام المهدي وسفراؤه الأربعة. كتب هذه الأطروحة ونالت تقدير المستشرقين الألمان، ومن حسن يعني التقدير أنها ترجمت للعربية من الألمانية
قبل نحو عقد من السنين فيما أظن يعني، وقدم بها يعني نموذجا لدراسة هكذا موضوعات شائكة ويعني دقيقة، نموذجا للدراسة الأكاديمية الهادئة لمثل هكذا موضوعات، قدم نموذجا وأمثولة لغيره من الباحثين لكي يتناولوا مثل هكذا موضوعات. وبهذه الروح الأكاديمية والجريئة التي كتب بها كتابه، وكان يمكن أن يبقى في ألمانيا وقت آخر لولا أن قيام الحرب العالمية الثانية أجبره على أن يغادرها مسرعا إلى وطنه العراق ليعمل في مجالات التعليم هناك. من المصادفات الغريبة أن الرجل وقد عاد إلى بلده العراق لكي يستقر فيه صادف قيام ثورة مايس عام 1941، يعني ما أن استقر حتى قامت ثورة 41 بقيادة أو بزعامة رشيد علي الجيلاني ومن كان معه من الضباط وغيرهم، فإذا به ينضم بكل عنفوان شبابه إلى هذه الثورة وتحمس لأفكارها ومبادئها في الدفاع عن استقلال العراق وعن قضية فلسطين. فبدأ جواد علي شابا يعني ممتلئا بالحماسة بعد أن كان في حياته السابقة هادئا هدوء الحديد أمام المصادر وأمام دقة البحث وموضوعيته، فإذا به يتحول إلى يعني إنسان يمتلئ حماسة وحيوية ووطنية، وينضم إلى ثوار عام 1941، وكان جزاؤه أن ألقي به في معتقل الفاو لمشاركته في أعمال هذه الثورة. وحينما قضى مدة اعتقاله خرج ليستأنف مسيرته العلمية، وكان واحدا من لجنة سميت لجنة أو هيئة التأليف والترجمة والنشر. هذه اللجنة هي التي قدر لها أن تكون نواة لقيام المجمع العلمي العراقي، أرفع مؤسسة علمية في العراق في ذلك العصر. ومن المهم أيضا أن نقول بأنه عمل مدرسا ثم أستاذا مساعدا ثم أستاذا في كلية الآداب بجامعة أو في كلية التربية تحديدا في جامعة بغداد، وتدرج في المناصب العلمية، وفي عام 1957 عمل أستاذا زائرا في جامعة هارفارد الأمريكية إحدى أشهر الجامعات العالمية، درس هناك وأثار تقدير زملائه من المستشرقين برصانة طرحه وجدة موضوعاته، كان متميزا تماما حتى أنه حصل على تكريمات وأوسمة كثيرة لا مجال لذكرها، حصل عليها تقديرا لعلميته الفائقة. صار عضوا في الجمعية الآثارية الألمانية، مثل العراق في مؤتمرات عديدة، وأذكر أنه أخذ إجازة علمية ليسافر إلى بريطانيا ليجمع مصادر كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام، ومكث هناك سنة، ولا أدري ما هي الأسباب التي دعته أو دعي من أجلها لإلقاء محاضرة في البرلمان البريطاني، ووصلت أخبار هذه المحاضرة الغريبة يعني والرجل لم يكن سياسيا أصلا في البرلمان البريطاني، وصلت أخبارها إلى وطنه العراق مما عرضه إلى حرج كبير أنه غادر المهمة التي غادر العراق من أجلها وهي جمع المصادر. كان الرجل شهرته تسبقه
وبالتأكيد كان كثيرون يرغبون في أن يسمعونه محاضرا في موضوعات شائقة ومهمة كالتي ألقاها في ذلك البرلمان. لم يقتصر جواد علي على الكتابة في تاريخ العرب قبل الإسلام، كتب في موضوعات مختلفة، وكان كما نمت عليه شخصيته أيضا، كان هادئا في بحوثه، بحوثه كان يكتبها بتأن بالغ، يعني يأخذ وقت تماما، لم يكن مكثرا في الإنتاج. يعني طبعا هو كان منتجا كبيرا في مجال التاريخ، ولكن عقله وعلمه كان أكبر من إنتاجه حقيقة. كان يأخذ وقته في كتابة بحث قد لا يتجاوز بضع صفحات، وأذكر أني سمعته وهو يلقي محاضرة عن المستشرق البريطاني الشهير تويمبي في مناسبة مرور سنة على وفاته في أواخر سبعينات القرن الماضي، وقيل أن يعني كلمة يلقيها الدكتور جواد علي، وكنت مشدودا لسماعه إذ لم أكن قد تشرفت بالدراسة على يديه مباشرة لأنه كان يدرس في كلية التربية، ففوجئت بأنه يهدر بمحاضرة متقنة إلى بالغ الحدود، مسبوكة بعبارة مشرقة. حقيقة كانت محاضرته يعني بالغة الروعة حقيقة، بحيث أشبعتنا من علمها وأشبعتنا بأسلوبها، وتحدث فيها عن تويمبي كما يتحدث المستشرق عن مستشرق آخر، وليس كعراقي عن مستشرق يعني مضت مدة على لقائه به. تحدث عن علاقته بهذا المستشرق، عن آرائه، حلل هذه الآراء على نحو مبهر تماما. كان جواد علي هادئا متأنيا في كل كلمة يكتبها، عني من الدراسات التاريخية بقضية الأسانيد، ربما هو تأثر بالمدرسة الألمانية في هذا، هو درس في ألمانيا، تأثر في هذا وكان مدققا أو مهتما إلى حد كبير بقضية سند الرواية، لذلك كتب مجموعة من الأبحاث نشرها في مجلة المجمع العلمي العراقي عن أسانيد أو مصادر الطبري، دراسة شاقة ربما كانت مملة لغيره، لكنه صبر عليها صبر يعني العملاق في أمام مثل هذا البحث الدقيق، كان عملاقا فعلا لأنه حلل روايات كثيرة ومصادر كثيرة ازدحم بها كتاب الطبري. المهم في هذا الكتاب أنه قدم منهجا جديدا لطلبته وللباحثين من بعده لكي يحللوا مصادر التاريخ، لا أن يأخذوا الرواية التاريخية كمسلم بها، وإنما أن يدققوا في مصادرها وفي أسانيدها كما فعل هو بتاريخ الطبري. كان يعني متأملا لهذه الدقائق في دراسة التاريخ، ربما لم يكن متعجلا حقيقة، وبالتالي حينما أثيرت كانت تثار بين حين وآخر مسألة إعادة كتابة التاريخ، كان يعلن عن خوفه من أن تتحول هذه الدعوات، على أنها دعوات جيدة في مجملها إعادة كتابة التاريخ، كان يتخوف من أن يكتب التاريخ هذه المرة وفقا للعصر الذي يعني لهذا العصر، وبالتالي تنعكس على هذه الكتابة عيوب عصرنا هذا، يعني أن يسيس التاريخ وفقا لما يريد هذا أو ذاك. كان حريصا على أن يكتب التاريخ كتابة علمية دقيقة بالاستناد إلى مصادره الحقيقة، لا أن يكتب وفقا لهذا العصر الذي نعيش. كان جواد علي يعني مع كل هذا متواضعا تماما، وهذا هو شأن العلماء، ذكرنا في سيرة كثير من الباحثين والعلماء أنهم كانوا متواضعين وهذه سمة طبيعية، كان لا أظنها يعني فريدة، لأن من شأن العلم أن يكون العالم متواضعا.
فكان جواد علي متواضعا، وأذكر أني التقيت به مرارا في المجمع العلمي وحادثته وسألته وأجاب وسألني، كنت أجده متواضعا تماما يجيب على السؤال دون تردد، و يعني لا ينتهي من كلامه إلا وقد استوفى موضوعه كله. جواد علي كانت له يعني آراء إيجابية تجاه التاريخ العربي بوجه خاص والتاريخ الإسلامي وبوجه عام. كان يعتقد كما أذكر أنه حدثني بهذا وربما حدث غيري، كان يعتقد أن تاريخنا لا يحتاج إلى أن نسيسه، لأنه لو كتبناه كما حدث فعلا لوقف في صفنا. نحن لا نحتاج إلى أن نسيس هذا التاريخ، لأنه هو معنا لا ضدنا، لكي نغير فيه شيئا ونسقط منه شيئا ونضيف إليه. التاريخ تاريخنا، وهو يؤكد في كل حلقاته على عظم الدور الحضاري الذي أداه أسلافنا. وبالتالي كان يعني مستبشرا بأن أي دراسة تاريخية ستعيد الحق إلى نصابه وتدفع عن تاريخنا ما ألحق به من شوائب. الدراسة الحقة هي هذا المطلوب، وليس أن يعاد كتابة التاريخ كما يعاد كتابة رواية أو قصة أو نحو ذلك. كان الرجل يعني أكاديميا حتى نخاعه كما يقال. أكاديميته كانت وليدة شخصيته كفرد كإنسان، يعني هدوئه وتأمله وتعمقه كانت هي سمات شخصيته، حتى أنه كان قليل الكلام. يعني أذكر أنه كان مع حسن إجاباته واستيفائه حق السؤال، لكنه كان يعني لا يتكلم إلا حقا، ولم يكن يعني يميل إلى كثرة الكلام إطلاقا. يعني عاش سنواته الأخيرة عاش يعني تقريبا منعزلا عن الناس، حتى عن أقرب من عرفهم في حياته. ربما كان زائره هو الطبيب الذي يعالجه، وظل ينأى بنفسه عن الجو الذي يعني ساد في أخريات حياته، الجو حتى الجو الثقافي. كان يعني علميا، وكان متواضعا، وكان هادئا، وكان أكاديميا، تجلى كل ذلك في مؤلفاته. حينما تقرأ كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام أو كتبه الأخرى تجده واضح العبارة، العبارة قصيرة مؤدية للمعنى تماما، لا يزيد فيها شيئا، ولو أسقطت شيئا لسقطت العبارة كلها. كان يعرف كيف يكتب تماما وكيف يوجز المعنى بأدق العبارات وأبلغها، وهذه هي البلاغة في معناها الصحيح. لم يكن يتوقف عن الكتابة والبحث والمتابعة ربما حتى سنواته الأخيرة، والدليل على ذلك أنه بعد أن أصدر كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام وأثار تلك الضجة العظمى كتابة في أوساط العلماء والمستشرقين والباحثين، ظل يكتب وظل يتابع هذا الموضوع، حتى كتب مجلدين كاملين استدراكات على المجلدات العشرة الأولى، فأصبح كتابه في 12 مجلدا، وحين ذاك سماه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. يعني لا، ليس لنا إلا أن نقول أن سيرة هذا العالم يمكن أن تكون قدوة حسنة للمؤرخين والباحثين اليوم، لكي يتفرغوا ويبذلوا كل ما في وسعهم للدراسة الجادة، وليس في علم التاريخ وحده وإنما في العلوم المختلفة. فإن هم وهبوا العلم أنفسهم، العلم سيهب نفسه لهم، وبالتالي يعني يأتوا بالجديد النافع للناس. أعزائي المشاهدين، إلى حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.